اسمك؟ احمد ممدوح القاضي. احمد جاي ليه النهارده الجمعه؟ النهارده الجمعه ان شاء الله جايين عشان ما شفناش تغيير في الثوره، عملنا الثوره والثوره ما عملتش حاجه. الثوره يعني المفروض ان الثوره دي تحاكم الناس اللي فسدوا البلد وما فيش حد يتحاكم ولا اي حاجه حصلت. زي مين؟ قول لي عايز احاكم فلان وفلان وفلان. يعني احنا جايين كل اللي في الميدان التحرير النهارده جاي عشان يحاكم، عشان يخلع المشير الطنطاوي ويخلع النائب العام ويحاكم مبارك محاكمه علنيه ويعدم حبيب العدل. دول الناس اللي فسدوا البلد. وما زالوا يعني. ومفروض يتحاكموا. قول لي عن النائب العام. النائب العام طبعا هو زيه زي الناس اللي الثوره قامت عشانهم يعني. يعني النائب العام دوت زيه زي حسني مبارك ما يختلفوش في حاجه. وزيه زي حبيب العدل، المفروض كان يروح معاهم السجن مش يفضل قاعد في مكتبه. برضه يعني زيهم وياخد فلوس منهم عشان يحل لهم مشاكلهم يعني. وحبيب العدلي ازاي يعني ما يجي يتحاكم ما بيتصورش ولا حد يخش القاعه. بيتكسف من الكاميرا يا احمد. بيتكسف ازاي؟ في قناه كان في ناس جوه في القاعه كانت بتقول حبيب العدلي ما كانش في القفص وهو بيتحاكم. ما كانش قاعد في القفص. كان قاعد اكيد في اوضه مكيفه وخمس نجوم يعني. فازاي يعني الناس دي بعد ما عملوا في البلد كده وكشفناهم يتحطوا في تكييف ويتحطوا في مستشفيات خمس نجوم. وحسني مبارك قاعد في مستشفى خمس نجوم. ازاي؟ انت طالب فين يا احمد؟ انا ان شاء الله لسه مخلص اعداديه وداخل اولى ثانوي. داخل اولى ثانوي؟ ان شاء الله. هتيجي الجمعه الجايه؟ ان شاء الله باذن الله كل جمعه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا احمد.